هي صور نهر البردون في زحلة التي اجتاحت الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. هو النهر الأحمر كما لم نره من قبل. ما هي إلا ساعتان حتى عاد النهر إلى لونه الطبيعي، غير أن ملابسات الحادث لم تنتهي وتقاذف التهم مستمر من دون تحديد المسؤوليات بعد. نحن اتصلنا بوزارة البيئة، وزارة البيئة كلفت اتصلت بالنيابة العامة التمييزية بزحلي وكلفت القاضي يتصل بأمن الدولة مع لجنة تحقيق. طلعوا لفوق وهلأ عم بيدرسوا الوضع، عم بيكملوا الملف تيشوفوا من وين مصدر هالتلوث كان. بلدية زحلي وجهت أصابع الاتهام نحو بلدية حزرتة من جهة ونحو معامل قاع الريم من جهة أخرى. بالنسبة للصبغة طبعا اتهمت فيها حزرتة وبلدية حزرتة امبارح. الموضوع عاري عن الصحة جملة وتفصيلا. نحن كنبع بردوني وكنهر بردوني نحن متابعين ومسابرين على قصة حماية النهر، ونحن ضد التلوث، بنحط كل إمكانياتنا بخدمة شيء منه جديد عن الرئيس أسعد صغيب اللي دائما عم يتهم بلدية حزرتة وصار يعني عم يفتري عليكم. يعني أنا فيني أحطها بدل التجاوح. موضوع إنه في معمل بقاع الريم، معمل حلويات جاب كمية كبيرة تعدل تقارن ببيك أب، فضاع عنا خلصة بمكب حزرتة، القضاء يأخذ مجرى للآخر. نحن أنا ما بقبل اليوم حدا يتهم بلدية حزرتة لا من قريب لا من بعيد إلا عبر وثائق مثبتة قانونية. من منطقة حزرتة العقارية، مش ضروري بلدية حزرتة تكون مسؤولة عنه. يعني ممكن مثل ما قلت لك أن يكون حدا كابب شيء هونيك وأن بمحاولة شايله أو شيء صار عملية شاطف نزلت على النهر أو شيء مثل هذا. معمل ميموزا عنده فلاتر وعم تتابع وزارة البيئة من زمان مصطفى جميع الشروط البيئية، صاروا يعرفوا أكثر من وزارة البيئة وحطوا حالهم محل وزارة البيئة، ما بعرف يعني. وبالنهاية أشياء مسارتنة، يعني مش عارف شو الشيء المسارتن بيطلع من صناعة الورق. بين بلديات زحلة وحزرتة وقاع الريم تبادل تهم من دون جدوى، فالنهر اصطبغ باللون الأحمر والصور التي تضر زحلة أولا انتشرت. بعد لهلأ بتسأل البلدية شو السبب؟ ما عم بيعرفوا يجاوبوك. ما بيصير، هيدي في مسؤولية، لازم يتحملوا المسؤولية، يتابعوا، يحققوا أكتر ويشوفوا مع كل الأجهزة الأمنية شو السبب، لأن أكيد هالمواد اللي نزت بالنهر بيأذينا، بيأذي صحتنا، بيأذي بيئتنا، بيأذينا طبعا سياحيا، لأنه لونه للبحر للنهر، لون النهر كان مش مقبول مبارح. يعني تصوري إذا نهر بحد ذاته كله صار لونه أحمر، يعني هالمواد هيدا قديه بتأذي. الثابتة الوحيدة هي أن صبغة حمراء من مصدر ما شوهت البردون الذي يصب في نهر الليطاني، وحولت تلوثا عمره عقود إلى أزمة آنية تحل على قاعدة من هالك لمالك لأباض الأرواح. لا سعد، قناة الجديد.